هذا هدفنا. وو تشانغ الرئيس التنفيذي لتشنايا، أحد الشخصيات الهامة في مجال الاتصالات ومدعوا لقمة برانوس في قصر العائلة. إنه المكان الأنسب لإبعاد كوبرا عن المنافسة. إذن نمنا في طريقنا إلى شرق هانغو سلافيو لأجل التطفل على حفل. لن نفعل، تشانغ سيدخلنا. تفضل. كان سيخفو أثناء العرض على أي حال. اتهموا بجريمة لم يرتكبوها. فرقة عشوائية من الهاربين يخوضون حربا سرية لتبرئة أنفسهم والكشف عن العدو الخبيث المتمثل بكوبرا. في نظر البعض هم خارجون عن القانون، وآخرون يرونهم أبطالا، لكن هؤلاء الرجال والنساء العازمين يعتبرون أنفسهم جنودا عاديين. وهذه هي قصتهم. فوجود السيد تشانغ يفرض احترامه. أنت مستمتع بهذا أكثر من اللازم. عليك تمني ألا يستفيق السيد تشانغ قريبا. بعد تلك الخلطة التي وضعت له لا أظنه سيستفيق في أي وقت خلال هذا الأسبوع. طاب نهارك، لغتي المندرينية ضعيفة. نيان ما جيغنواوا. مهلا، ما الحاجة إلى التصنيف العرقي؟ هل افترضت أنني أجيد الصينية؟ ماذا؟ لكنك رئيس شركة اتصالات صينية. اسمع، هل أملي عليك كيفية إدارة ماذا؟ أبقي معداتنا قريبة، سندخل عزلا. يفترض أن يملأ الحرس أرجاء الغرفة إلا إذا قاموا بتقييدهم. ما هذا العرض التقديمي؟ لماذا تم استدعاؤنا إلى هنا؟ بالنيابة عن شركة كوبرا للصناعات، أرحب بكم جميعا في قصر سيزاروفنا. اسمعوني، يبدو أن لدينا منافسين. أحدهم تجاوز حرس الأمن. علم، سنراقب المكان جيدا. سيداتي سادتي، هذا هو مسؤولي ورئيسي التنفيذي آدم دي كوبرا. شكرا بارونيس لإتاحة قصر عائلتك الباروني لنا جميعا، وأود أن أتوجه بالشكر لكم جميعا تحديدا لحضور هذا المؤتمر التاريخي. لا شكر على واجب. أنتم بصدد إلقاء نظرة حصرية على منتجنا الجديد الرائد. أقدم لكم مستقبل تقنيات الاتصالات اللاسلكية كوبرا بلاك آدر. ما هذا؟ أنا لا أفهم أي شيء. هذا يبدو شكراً. أغراض مجانية، أعطني واحدة. أو ماذا؟ أحضر لي مياه المكربنة. تقنيات بلاكادر اللاشعورية الفريدة ستمكنكم من توجيه الرسائل إلى أذهنة المتلقين مباشرة. الإعلانات، دعوات الاستجابة، ولاء العملاء التام والمطلق. ماذا؟ كثرة الطباخين تفسد الطعام. منذ متى يحمل الطهاة أسلحة؟ أنا من يطرح الأسئلة، لحساب من تعملان؟ نحن مستقلون حاليا. لعلك سمعت عنا الجنود،
قناة كوبرا غطت أخبارنا. لا أتابع أخبار كوبرا، إن الدعاية المغرضة سيئة للهضم، شأنها كشأن الضيوف غير المدعوين. مهلا، لدينا عدو مشترك، يمكن أن نتبادل المعلومات. أي نوع من المعلومات؟ اخفض سلاحك وسنتكلم. سكارلت، ما الذي يجري؟ أجيبيني. هذا ليس تفاوضا، تكلما ولن تموتا، أو لا تتكلما وستموتان، الخيار لكما. يحتاجون للدعم، فلننطلق. تدرك أنك لست المسؤول فعليا. الآن إذا ما نظرتم جميعا إلى هواتفكم ستكونون أول من يشهد استعراضا لتقنية كوبرا الحائزة على براءة اختراع. لقد رأيت هذا العرض مسبقا وكرهته في المرة الأولى. أنتم خدم كوبرا وولاؤكم لكوبرا وحسب، ستخدموننا بانصياع تام. رفاق، لدينا مشكلة، لن تقصي كوبرا المنافسة بل تنوي غسلها دماغيا باستخدام عرضي تو ماكس وزيمات للأنوار، فليجبني أي منكم. هناك غرفة تعج بالأبرياء المعرضين للخطر. ما من أبرياء؟ أتريان هذه المكتبة؟ ينعم آل سيسروفنا بالطعام ويتغذى شعبي على الفتات. هاي، ما الذي يجري؟ من ذلك الرجل؟ أعتقد أن لديه ثأر ضد برانوس. هل أخبرتي بأننا في صف واحد؟ حدث سوء فهم. فليحيا حرس أكتوبر. أمضيت شهورا طويلة في التخطيط واستطلاع القصر وانتظار عودة بارنس، لكنها ضاعت هباء. لا تزال على قيد الحياة بفضل جنود أمريكيين من نشرات كوبرا. هذه خطتك، تفجير بارنس؟ كنت لتزهق عشرات الأرواح البريئة معها. هذه أضرار جانبية، قال أحد الحكماء في الماضي إن الدم هو ثمن النصر. كارل فون كلاوسفيتز، إنه الجنرال البروسي المرموق، قرأت عنه؟ قرأت أعماله ولم تعجبني. انظري، إنها تشكيلة منوعة من الفاشلين. النقيب أناتولي كريموف، أو أناديك بريد ستار، أين حرس أكتوبر الآن؟ في كل مكان، لن نتوقف عن محاربة أليسي ساروفنا حتى تدفع ثمن جرائمكم ضد شعبي. حدث ذلك قبل أجيال. حققتم الثراء فيما تضور الألاف جوعا. أعلم مكانتك، لقد بسطنا سيطرتنا على الدول المجاورة وقدر لسلالة سيزاروفنا أن تكون حاكمة. سينهي حرس أكتوبر حكمكم وسنتبع سياسة الأرض المحروقة في المكان الذي كان يقبع فيه منزل سيزاروفنا. إنه شديد اللهجة، ما لم نتوخى الحذر قد نصبح مثله. لديه شغف كبير. أجل، أكره أن أزف لكم هذا الخبر، لكن لدي خطط هامة لأدمغتكم التافهة. بمساعدة من صديقي الروحيان توماكس وزايموت، لا تغمضوا أعينكم رجاء. مهلا، لا تستطيعون ذلك. مؤلم. حسنا، اعثر على صندوق الكهرباء واقطع التيار وانتهى الأمر. عليك أن تأتي معنا. لا يمكنكم مخاطبتي بهذا الشكل، ألا تعرفون من أكون؟ ها؟ ها؟ توقف. أين ذهب؟ أه
سنيك آيز الهاتف. هل سنترك زميلنا المجنون؟ لا يمكننا الوثوق به. لا وقت للنقاش، كل رئيس تنفيذي في تلك القمة استلم هاتفا تنويميا حتى تانيل رات. إلى متى ستصمدون من دون أسلحتكم؟ درست هذا القصر لشهور وأعلم أين تحتفظ برنس بألعابها. لابد أن أقر بأنني لا أسأم رؤية هذين الأخوين مقيدين وعاجزين. متى يغدو تأثير غسيل الدماغ دائما؟ اهدئي، فالعبث الدماغي ليس علما محدد المعالم. أولا علي الحؤول دون خلود التوأمين للنوم لمواصلة سحر التنويم، ثم سأقوم بتعزيز إشارتها الذهنية عبر طبق الأقمار الصناعية، وبعدئذ سأعيد بثه لكل هاتف النقال في تلك الغرفة، أخذا بالحسبان مدى تعقيد الشبكة العصبية المميزة لدى كل رئيس تنفيذي. كم سيستغرق الأمر؟ حوالي 20 دقيقة. يأمل القائد خيرا من المشروع. حالما نحكم سيطرتنا على الرؤساء التنفيذيين سنتمكن من السيطرة على الأقمار الصناعية، وبعدئذ نبث الرسالة الساحرة في كافة أرجاء العالم. غسيل دماغ على الصعيد العالمي، ستكون الإشارة قوية جدا. ستعتاد على هذا. كما وعدتكم، لكن لماذا لم تقتلوا الحرس؟ لأن هناك حدودا لن نتخطاها. عدونا المشترك لا يشارككم نقطة الضعف هذه. هاي تنرات، هل أنت بخير؟ غادر الحفلة فورا وقابلنا في المرآب. كوبرا تقوم باستخدام توما. أنا متقدم عليكم بمراحل، سيغدو غسيل الدماغ أبدياً خلال ربع ساعة. هذا الوقت كافي لتحديد المسافة الآمنة للاحتماء من الانفجار. لديك هوس غير عادي بتفجير الأشياء. زرعت ما يكفي من المتفجرات لتدمير القصر كاملاً. هذا سيحول دون التحكم بعقول الآخرين ويوجه رسالة لأليسي ساروفنا، بالإضافة إلى إزهاق الكثير من أرواح الأبرياء ورميهم إلى جانب التل. خسائر مقبولة كما قال البروسي ذات مرة. قال فون كلاوس فيتس أيضا لا تشتبك مع العدو نفسه مطولا، وإلا سيتأقلم مع تكتيكاتك. لا أفهم كيف ينطبق هذا على أليسي ساروفنا. أنا أعنيك بكلامي، أنت تحارب أليسي ساروفنا حتى أصبحت عديم الرحمة مثلهم. كيف تجرؤ على مقارنتي بهم؟ سأضحي بحياتي لخدمة القضية إن اقتضى الأمر ذلك، كما فعل أبي وجدي بالضبط من قبله. أجل أجل، اسمعوا، توجه كوبرا إشارات التحكم بالعقول عبر طبق للأقمار الصناعية عند سفح الجبل. إذا ما دمرنا الطبق ستكون لدى الجميع إرادة حرة. كم بقي؟ 10 دقائق. سأمهلك 9 دقائق. يلزمنا شيء لإنزالنا إلى سفح الجبل. اختر ما تشاء. هل هذا ما أعتقد أنه هو؟ ماذا تقول؟ هربوا؟ أريد مسحا جويا كاملا. أطلق المركبات الطائرة حالا. الأمر يشبه ركوب دراجة هوائية. ما كان ذاك؟ هذا ندير متاعب. مركبات كوبرا الطائرة، إنها فقاعات مشاكل. وما بإلهائهم ريثما أحاول تخريب الطبق. هذا مجد أيضا. Thank you.
لماذا تلازمينني؟ حتى لا تضغط على زر التفجير. الوقت يداهمنا، لدينا أقل من 4 دقائق قبل إطلاق ماوس التفجير المفرقعات النارية. إليك النار الحقيقية. تنرأت قدني تبات لعلي يصيب هدفا. ربما عليك ترك مقعدك الخلفي والانضمام إلى بقية المتزلجين. وهذا يعني بتوقيتي أن الوقت نفذ منكم. أنا مستعد. وأنا. لدينا محاولة. سكارلت، أنت تندفعين بسرعة. ما الذي حصل؟ مايند بندر، لقد فقدنا البث. شكرا لإخباري بما هو واضح. سأعيد تشغيل النظام قبل أن نستفيق وتخضع لنا. نحن الاثنان. من الآن ستنصاع لنا. ما الذي يحدث هنا؟ هذه مضيعة للوقت. هذا مضيعة للوقت. تلك المهزلة، هذا لا يصدق. غريب. أنتم على استعداد للتضحية بأرواحكم لحماية الأبرياء؟ أحترمكم ولكن لا أتفق معكم. أحدكما فقط سيغادر الغرفة حيا. إنها السلطات المحلية، بقدر ما نود أن نشهد معاناتهما يا أخي. الأولوية لحريتنا على رغبتنا في الانتقام. أعطني هذا. هذا يؤدي إلى البلدة. ماذا عنك ريد ستار؟ تحملنا شدائد الحياة في هذه الجبال. ريد ستار يتكلم، تم إلغاء العملية نظرا لاحتمالية سقوط ضحايا مدنيين. مايند بندر، أبعد يديك عني. عجبا، ما الذي؟ هذا ليس جيدا.
أنا لا أفهم ما الذي يحدث. أخي، هل سبق وأن فكرت في فصل سيطرتنا من خلال شبكة الاتصالات؟